طب خلاص عايز يسافر لفاه ويتغرب. صعبان علي قعدته جنبي، لا شغلة ولا مشغلة، 40 سنة جنبي وما شافش دولي. يا ستي خليه جنبك يشوفك وتشوفيه، بكرة تتمني ساعة عشان تشوفي ضفر. بس أنا أم عايزة يسافر ويبقى أسعد واحد في الدنيا ويشتغل ويتهنى. جنبك اقعدوا مع بعض، عارفة لو هتاكلوا لقمة بملح وانت شايفاه قدامك صار سليم وكامل ومكمل. وبعدين على فكرة الشغل في المقاولات مش سهل، صعب قوي. بالدنيا دي حاجات كثيرة بتحصل، عارفة الجوع أرحم بكتير من الغربة. الواحد ممكن يملى معدته بأي حاجة لكن ما يقدرش يملى قلبه أي حد. أمشي هناك، عايزة أسافر. إزاي تسافر؟ ليه؟ خليه جنبك. ضمن لما يسافر يحصل ايه؟ تخليه. ليه عايزه تحرمي نفسك منه؟ ليه؟ سهل السفر، سهل مش سهل.